نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، وإليكم العناوين. وزارة الصحة تؤكد أن الوضع الوبائي في تونس يتسم بانخفاض مؤشرات الخطورة. القيروان تشهد نسقا بطيئا لحملة الاستفتاء في أسبوعها الأول. وفي سريلانكا بعد اقتحام المتظاهرين قصر الرئاسة رئيس الوزراء يدعو لاجتماع طارئ. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الصحة علي مرابط خلال إشرافه يوم أمس الجمعة بمقر الوزارة على الاجتماع الدوري لمتابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي لجائحة كوفيد 19 على أهمية إحكام الاستعدادات لتأمين عودة الحاجج التونسيين من البقاع المقدسة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل إجراءات الترصد والتحسيس والتوعية للتوقي من انتشار فيروس كورونا. ووفق بلاغ لوزارة الصحة، شدد الوزير في نفس الاجتماع على مواصلة تنفيذ خطة وزارة الصحة الهادفة إلى تقريب خدمات التلقيح ضد كوفيد 19 من المواطنين. وتم بالمناسبة تقييم الوضع الوبائي على المستوى المحلي الذي يتسم بالخصوص بحسب ما جاء في البلاغة بانخفاض مؤشرات الخطورة. شهدت حملة الاستفتاء في ولاية القيروان نسقا بطيئا منذ انطلاقها منذ نحو أسبوع، واقتصرت إلى حد الآن على عدد محدود من عملية الاتصال المباشر بالناخبين وتوزيع مطويات للتحسيس بحملة الاستفتاء. ولم تتلقى الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة إلى حد اليوم الجمعة تصريحات بتنظيم أنشطة انتخابية أو اجتماعات أو غيرها بالجهة، وفق عضو الهيئة رضوان الفتناسي الذي أفاد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء. أفاد أن الهيئة تنكب حاليا على انتداب أكثر من 4500 عون لمكاتب الاقتراع سيتوزعون على أكثر من 600 مكتب اقتراع ب 313 مركز اقتراع بالدائرة الانتخابية بالقيروان. هذا وقد أضاف أنه تم انتداب 17 مكونا و58 عون مراقب للحملة الانتخابية، كما تم تركيز شباك موحد للاستفتاء بقاعة بلدية القيروان المدينة يضم خلية مشتركة من عدة إدارات لإزداء الخدمات المتعلقة بحملة الاستفتاء. دوليا، دعا رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينج السبت إلى اجتماع حكومي طارئ بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي. وذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية أن رئيس الوزراء دعا قادة الأحزاب السياسية للمشاركة في الاجتماع، لا سيما بعد مغادرة رئيس البلاد غوتابايا راجاباكسا المكان. كما طالب ويكرمسينج الذي سيخلف راجاباكسا في حال استقالته من البرلمان الانعقاد بشكل عاجل لمناقشة الأزمة بحسب المصدر نفسه. وفي وقت سابق من اليوم السبت اقتحم المتظاهرون في سريلانكا القصر الرئاسي بالعاصمة كولومبو في إطار المظاهرات الواسعة احتجاجا على سوء المعيشة بسبب الأزمة الاقتصادية. وبحسب وسائل إعلام محلية اجتمع آلاف المحتجين في كولومبو بعد إلغاء قرار حظر التجوال حاملين رايات سوداء. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة الصحة تؤكد أن الوضع الوبائي في تونس يتسم بانخفاض مؤشرات الخطورة. القيروان تشهد نسقا بطيئا لحملة الاستفتاء في أسبوعها الأول. وفي سريلانكا بعد اقتحام المتظاهرين قصر الرئاسة رئيس الوزراء يدعو لاجتماع طارئ. نهاية النشرة، قدمتها لكم أحلام العامري، في أمان الله. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم.